بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جينا اليوم ندير لكم أحسن فيديو في العالم اللي هي الناس اللي تنتظر بها كاملة الحكايات المنهجية اللي هي حكاية فارغة وما فيهاش. شوف صاحبي العزيز، حاجة بسيطة جدا ونفهمك وتفرزني وتعملي معايا بها. أول نصيحة وأحسن نصيحة نقولها وتمشي معاك من الباك 2021-2022 حتى 60 هي اللي هي اللي يحب يحقق نتيجة مليحة في السيونس يجاوب الوثائق بزاف. سيونس اناليتيك تحليلية، كثر الإجابة من الوثائق راح تدي علامة كاملة. التلاميذ اللي ما يديوش مليح سؤال يعاني من الجواب الناقص ولا الجواب الخاطئ؟ جاوبني، الجواب الناقص. إذا لا تجاوب الناقص، واش هو النقص اللي فيه؟ اسكو النقص اللي فيه إنسان تلميذ هذا طالب ما عندوش معلومات؟ لا لا، عنده معلومات. هو ليكسبلواطاسيون واستغلال الوثائق. عندك إشكالية كبيرة في استغلال المكتسبات القبلية، وعندي إشكالية كبيرة في استغلال الوثائق، خاصة الإجابة من الوثائق. شوف التلاميذ بزاف عملول، يقول لك عندنا سيونس وما دبناش ملي حضرونا، شغل حضروا وحده هو ما حضرك ما والو صاحبي الغالي، جميع إنسان ما حققش نتيجة، جواب تاعو ناقص. يجي واحد يقول لك أستاذ أنا اللي درت كل صحيح، أرواح صاحبي أرواح، نجيب لك الدوبل فايا تاعك ونجبدو 90 نموذج يتعمر، ابدا جاوب تكا. ولا يبدا يقول لك عبد الله ما جاوبتك، ما جاوبتك كما لا غير صاحبي، اك ما جاوبتش مليح على هذه ما ديتش مليح. نعطيك مثال اللي داروا هذا فهم. البحث عملوا الاولاد في الاتصال العصبي، داروا واحد 7 تجارب، داروا لهم التفسير. 99% من التلاميذ، انا صلحت الباك مصلح الباك، 99% من التلاميذ واحد ما جاوب تفسير على هذاك التمرين تاع الاتصال العصبي مليح، اللي داروا تمرين فعال تفتح قنوات الفوطيه ويدخل انا بلوس. 90% من التلاميذ كيولي فاهم يولي يتكبر على الجواب وما يتسقلوطيش بواتر، إثر فرض الكومون تنفتح قنوات الأنا بليس يدير تيار داخلي للشباب، يا ولدي إثر فرض الكومون تنفتح قنوات الأنا بليس مرتبطة بالبطية تسمح بدخول شباب الأنا بليس وفق تدرج التركيز، ظاهرة تميز من وسط أعلى تركيز لوسط أقل تركيز، يتولد هذا التيار الداخلي يسبب لي زوال الاستقطاب، نهار تولي تجاوب هكا تولي فور، كيفاه تولي تجاوب هكا؟ اكتب الجواب وعاود قراه، لا حشمت قطع الورقة، اكتب الجواب وعاود قراه، حسيت بلي نقائص زيد لي موكلي، قال منين حنجاوب؟ من المكتسبات القبلية وكذلك من الوثائق، نبداو الأولاد نبداو مع بعضنا، نعطيك أحسن خطة في العام. أي سؤال تلقاه في الباك نعطيك مثال، وضح في نص عيني، وضح اكتب نص عيني حول التخصص مثال الوظيفي للبروتينات في تحديد الهوية البيولوجية للفرد وإقصاء اللذات. ليه؟ شوف أول حاجة مع تقرا سؤال وتقول أني ما فهمتوش، الإشكالية أكملتش لأنك ما فهمتش السؤال، ما سطرتش علي موكلي، سطر لي علي موكلي، نص عيني حول التخصص الوظيفي للبروتينات في تحديد الهوية البيولوجية. كل كلمة مصطلح كتبته لازم تكتب واش هو التعريف تاع المصطلح، واش هو هي العناصر اللي تحدد الهوية البيولوجية. عندي نظام بشرة، وعندي نظام بابيو، وعندي نظام ريزوس، صح؟ إذا أنت واش حتقول؟ أنا حنتكلم على نظام بشرة ولابيو ريزوس. إقصاء اللذات، شكون اللذات؟ عندي أجسام غريبة اللي تدخل ضدها المناعة الخلقية، وعندي ذات متغيرة اللي تدخل ضدها المناعة الخلوية. رايح نهضر على البروتينات اللي تدخل في الخلطية وفي الخلوية. نهار تولي الصحبة سؤال مكتوب تسطر عليه وتكتب سينونيم، تكتب المعنى، لأنه هما في السيونس كاين واحد الحاجة مليحة بزاف، تلميذ يقرا السؤال ما يفهموش، يقرا الجواب يفهمو. إذا أنت تقرا السؤال وتفهم الجواب، خدمتك نتايا وين قاعد تقرا ولا في ليكول 90%، واش قاعدين يديروا لكم؟ يجاوبوا لك عن التمرين، مع يعطيوك تمرين، مع ما تعرفش شحال التمرين، ودنيك حمار ومتقش بلع، يجليسيك الشيخ مباشرة هذاك الحل النموذجي. مع تبدا تقرا في الحل النموذجي تفرح، تحس بروحك باللي أنت اللي تعرف، أنت فهمت الحل، يجيبوك تمرين واحد آخر ما تعرفش تجاوب. كون دير 400 مليون تمرين 400 واحد ما تعرفش تجاوب، لانه اشكاليه تاعك كبيره ما عرفتش دير ان ليان وربط بين الاسئله وبين الاجوبه. شتو الاولاد الصغار التي كانوا يديروا من بكري في الابتدائي نقاط ا وبي وكذا ويديروا ربط باسمهم، شوف عليهم الايه عندها معنى كبير الصحبه.
الجا رب الجا ليا بين هذاك السؤال وهذاك الجواب راح تطربق الدنيا الصعبه. اذا اخويا العزيز يا استاذ حبيت نلقى انا رب بين السؤال والجواب، اكتب اونتر ليلين، اكتب اونتر ليلين مع الثلاثة هذيك الهوية نظام نشر ولا بيول. اذا راح نحكي على نظام نشر ولا بيول نبدا نحكي على نظام نشر وبعد نحكي على المنشا الوراثي اللي هو سي ام اش دي بي دي بي دي ام، نحكي على نظام لابيو ونحكي على موريتاس ونحكي على ريزوس ونزيد نحكي على موريتا. كي نخلص نظام نشر ولا بيول ريزوس نروح نحكي على البروتينات اللي تدخل في التعليم تاع اللادات اجسام غالبا بي سي ار وليزابلي والأدات المتغيرة التلميذ عندها بي سي ار مليحة جماعة والله. تلميذ واحد التلميذ يقرا عندي المعدل تاعو 18 في الجامع كيجاوب نص علمية كاع يدي 14 في البار. شكون اللي يدير 14؟ العباد اللي يعرفوا الأجوبة الناقصة. جاوبنا على نظام نشر الرابي وليزوس وما قراش. جماعة في السيونس هو حرف عطف هذا، وهذا حرف عطف معناتها كاين إضافة. قال أخويا عندي حاجة خلاف راهي نحكي على الأدات مليحة زيد مادام أنت قاعد تتبع نعطيك الهيكلة تاع نص علمي. عاود مقدمة حرت في المقدمة كتب المقدمة تاع التمرين بيان. عندي سؤال عاود كتب له السؤال تاعو ما هو دور البروتينات كذا في تحليل. العرض هو الجواب تاع السؤال والخاتمة هي الاختصار تاع هذاك العرض. يعني يا إن أنظمة إن الجليكوب الجزيئات الغشائية المتمثلة في نظام نشرة لابيوليزيس هي اللي تحدد الهوية البيولوجية، أما بعض البروتينات الغشائية فهي التي تسمح بإقصاء التعرف على اللذات. خلاص سيبو مليحة جماعة والله. إذا أعطيني سؤال منين تجاوبوا في السيونس من الوثائق زيد أعطيني حاجة أخرى الأسطر اللي تسطر عليهم أنت الشيء اللي سطرت عليهم الكل لازم تلقاها تجاوب. جميع الممكنين مكتوبة في السؤال ما لقيتهاش جواب راه عندك جواب ناقص. وحنا ماذا بينا ما كاش أجوبة ناقصة كاين أجوبة كاملة مليحة مليح. نزيد الصحبة نروحو دروك نديمارو في حاجة مليحة بزاف بزاف نمشي معاكم باريطار وتبعني مليح. كي تجي تحكي على التحليل ها يا خويا انا حاب نحكي على التحليل. التحليل صاحبي لازم يتعرف بالوثيقة لازم لي قراءة ولازم لي ربط ولازم لي استنتاج صح. القراءة ديما كاينة الاستنتاج كاين الربط مرات يكون مرات ما يكونش دلالة يعني ايجاد علاقة. الربط هو تلقى علاقة بين هذيك القراءة وهذاك الاستنتاج. شوف ما نخليوهاش مجرد هضرة سيونس ما نخليوهاش هضرة نجبد ديريكتومون نجبد ديريكتومون. انا راح نعطيك مثال وبالمثال نتضح المقال. جبت فار فار من سلاله الف حقنت له فيروس ا جبت من فار بعد 7 ايام مستخلص خلوي اللي عقيقه مع يقولوا مستخلص خلوي صافي ندير ال تي سي طورت العضويه ما يقولكش في الباك ال تي سي. ال تي سي سي موكلي انت تسطر على المستخلص الخلوي وراح تلقى ال تي سي. بعد ذلك رايحين نجيبوا اربع اوصاف الوسط الاول الثاني الثالث الرابع ها يا خويا العزيز ها الوسط الاول نحطوا فيه خلايا من الف وسليمه الحوض الثاني نحطوا فيه خلايا من الف ومصابه ب ا الحوض الثالث نحطوا فيه خلايا من الف ومصابه ب ب الحوض الرابع نحطوا فيه خلايا من ب ومصابه ب ا. تمرين هذا كون جاك فايده يبدا بواحد رومان قصده تحديد شروط تخريب الخلايا المصابه من طرف مثلا جهاز المناعي. انتو قصده هذا هو الاستنتاج قصده هو اللي غرض وكذا هذا هو الاستنتاج. سمحوا لي نفيريفي صحيتو فوالا صحيتو مريقنا خلاص لي عقيقه سطر على البدايه قال هذاك هو الاستنتاج وتبدا. ها يا خويا نسألك سؤال حط خلايا هنا وخلايا هنا وخلايا هنا وخلايا هنا حط لا تي سي هنا وهنا 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 هنا عدم تخريب على ما يصرى تخريب سليمة هنا يصرى تخريب على يصرى تخريب ألف مصابة بـ أ هنا عدم تخريب لأنها مصابة بفيروس واحد أخر هنا عدم تخريب اختلاف سي أم أش من سلالة أخرى. شوف سؤال كيدوموندي مني التحليل نعرف الوثيقة توضع الوثيقة كذا نبدا في وجود نهضر في الوسط الوسط الأول في وجود خلايا ألف سالمة إذا مضاف مستخلص خلوي عدم تخريب الخلايا هذه عدم تخريب هذه كي نخلص القراءة ندير الاستنتاج استنتاج نعاود نرجع للبداية تاع التمرين نكتب شروط تخريب الخلايا المصابة من طرف ال تي سي هو تماثل سي أم أش الخلية المصابة والال تي سي مصابة والال تي سي
ونزيد نقول إصابة الخلية بنفس المستطد الذي حرض عليه انتجع سهلة ماذا؟ شوف صاحبي الآن حرم بدلك جنوبة سؤال هنايا كاينة قراءة كاينة ربط ما كاش لأنه وصلني ديرك نورو التخريب وعدم التخريب يعني وصلت الاستنتاج باركورومبر كون يجيب خلايا هكا ويحط لها الكروم المشع هكذا هاو داخل هاو الكروم المشع يرتبط بالبروتينات اللي هو يوليا كل اسي تخرب الخليه هذه ينتشر الكروم المشع يطير كون تعود نسبه الكروم المشع اكبر من 30% صار تخريب قل من 30% ما صارش تخريب مثلا كون نقول لك في الوسط الاول هذا 60% صار تخريب 27% نسبه الاشعاع ما صارش تخريب 28% نسبه الكروم ما صارش تخريب 27% ونص ولا حاجه ما صارش تخريب اذا عندي سؤال كون يعطيكم الكروم ينحيو لنا هذه المعلومات المباشره تاع التخريب كيفاش تولي تقول انت دور نسبه الاشعاع عاليه 62% دلاله على تخريب الخلايا المصابه منين يستعملوا الاشعاع عندك ربطوا عندك دلاله منين يعطيكم ديريكت النتيجه المباشره ما عنديش ربط مفهوم حطيت اليوريدين المشع ضرب اشعاع في النواه دور اشعاع في النواه دلاله على وجود الار ان ان وتركيب الار ان ان شكون اللي فهمها ما تقوليش مرات يستعملوا الدلاله ومرات ما يستعملوش حطوا التايميدين المشع دور اشعاع في الخلايا دلاله على تضاعف راديال وتكاثر الخلايا اذا يعطيوك المعلومه مباشره النتيجه ما ديروش الرب ما عطاكش النتيجه ديروا الرب افرز الصباح هذه الحكايه تاع التحليل بما تزيدش تقول بها خلاص بل يعطيوك دركا تمرين ولا سؤال من الاقمار تجاوب عليه تاع التحليل مفروض صحيح نروحوا دركا يا جماعه للتفسير ايوا التفسير ببساطه هو يوجد علاقه سببيه بين هذاك التركيب التجريبي والنتيجة بين الشروط المتوفرة والنتيجة التفسير لماذا خدمتو على ببساطة وشي هو تلقى علاقة أنية تفسير أنا متأكد باللي مليحة سؤال لا جاوبتني قبل كي تولي عندك المعلومات الكافية التفسير كيف يكون من المكتسبات لا عاد ما عنديش مكتسبات وشي دوموندي فرضية تفسيرية ولا عاد أنايا عندي دركا المعطيات يولي بالاعتماد على الوثيقة قدم لي تفسير انا متاكد باللي التفسير ما كاش اشكاليه خلاص فيه راكم رايحين تجاوبوا فيه نورمال التفسير هو ايجاد علاقه سببيه بين هذيك الشروط التجريبيه وهذيك النتيجه مليحه مليح كي نروح نحكيو على المقارنه وسمع مليح المقارنه هي تحليل مقارنه هي تحليل تعرفوا بالوثيقه وتقراو تهبط بينما لازم تستعمل كلمه بينما في حين والتحليل المقارن لازم اوجه تشابه واوجه اختلاف ما تركزليش غير على اوجه الاختلاف دير اوجه تشابه واوجه اختلاف عاودوا لي نعرفوا بالوثائق ديكور نديروا شكون فيه اوجه شكون تشابه اوجه اختلاف اوجه تشابه مكتوبين اختلاف ما نكون دير مقارنه ماشي بجدول مقبوله صح دو بريفالونس المقارنه واش رايحه تكون في جدول فيه اوجه التشابه اوجه الاختلاف ومادام التحليل بالضروره لازم يكون مع الاخر استنتاج واش لازم يكون استنتاج مليح الاولاد مليح اذا اخويا التحليل المقارن راني نقدر ندير جدول فيه اوجه التشابه فيه اوجه الاختلاف بعد ذلك راح ندير نخرج باستنتاج وهذا هو الاساس مليح مخاوه مليح اذا كي نروح مورا هذه الحكايه مباشره لصحبه كلمه في الشرح اشرح يا ولدي هو تبسيط ما يطلبه شرحه بالتركيز على العلاقات السببيه اشرح رايحه للتفسير اشرح رايحه للتفسير وهي مرات يعطيكم المعلومه ويقول لك شرح حالي يعطيك هذاك التفسير ويقول لك شرحه لي اشرحه لي تبسطوا المعلومه وصاي كيقول لكم رسم هنا جات رسم تخطيطي تخطيطي برك ما يوضح حتى بنيه نعطيك مثال ترسم لي صانع الخرا ترسم لي الميتوكوندري وتكتب البيانات هذا رسم تخطيطي هو كلمة رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية مثلا رسم تخطيطي تفسيري يوضح الاستنساخ ولا الترجمة رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية النقل الشبابي إذا كاين رسم تخطيطي لما يوضح حتى آلية حتى وظيفة رسم تخطيطي فقط تكتب البيانات رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية معينة كيما وظيفية كيف كيف مليحة الخوة مليح نروحوا دركا الصحبة جات الحكاية المخطط 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 هو الرسم في المربعات ما كان صح القول سؤال لا جاوبتني طبيب خويا طبيب تاع الصحة هذه نفهم صوبي تعرف ترسم انت آلية الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية والخلوية نعم تقدر ترد لي مخطط هي
بارعه كبيره تحس الاليكا تحبس القلب. الشيء اللي رايح انت ترسمه قدو في المخطط زين. ملاحظه اخرى، وضح لي في مخطط اليه النقل مش باهي. اي اجابه فيها مراحل بلا زيطا كيقولوا لك رد هذه مخطط المطاط هذوك ديرهم في كاريات. شكون اللي فهم؟ وصول الانسان العصبيه النهايه المحوريه كاريه، دخول سي ادو بلس، هجره الحواسيلات. شكون اللي فهم؟ مخطط وظيفي، مخطط بالكاريات، اليه النقل مش باهي في المخطط ندير هذا. استنساخ وترجمه، تعرف ترجمه؟ وضح لي مخطط استنساخ وترجمه. هي ندير لك موريتا كيف فهمتوا ولا لا؟ ار ان بوليميراز وشروط استنساخ ار ان ان سهل. الشروط تاع الترجمه نكتب ترجمه بروتين، ربي يعيشك ما تنسوش خلاص من كلمه مخطط. رسمه راح تحطها في الكاريات وبالتالي تكون بها خلاص مليحه مليح. جات القرايه الواعره فهمتها صوبي. الاستدلال الجبانان، الاستدلال العلمي. شوف خويا العزيز كي يقول استدلال منطقي في الغالب يكون الناس بالمنطق، يعني غياب الوثائق. نعطيك مثال باستدلال منطقي اذا كان مشحون. وضح باستدلال منطقي ان الرامزه تتكون من ثلاث نيكليوتيدات المعلنه. مثال استدل منطقيا باللي الرامزه فيها ثلاث قواعد اصليه المعلنه. انتم قلتوا لدينا 20 حمض امين، أربع قواعد أصل، إن كان كل حمض أمين مشفر بقاعدة، أربع رامزات ما تكفيش، مشفر بزوج، 16 رامزة ما تكفيش، مشفر بثلاثة، 64، هذا منطقي بلا لوجيك في الرزة. علمي بالوثائق، علمي بالتجارب، الاستدلال واش راح يكون الصعب؟ شوف، لازم لك تحليل الوثائق، يعني اللي عارفها، لازم تعرف الوثيقة، ولازم لي قراءة، ولازم لي ربط اللي هي الدلالة. اوتوماتيكمون لازم الاستنتاج بها خلاص. دوك انا درت تحليل الاستنتاج بعد وراها واش راح يكون؟ راح يكون الترتيب. الترتيب سي كوا؟ تجمع بين الشيء اللي استنتجتو، تجمع بين الاستنتاج زائد التفسير باه تاكد او تنفي صحة الفرضية. في الغالب يسرى يمكن استعمال هي المكتسبات. كي تستعمل المكتسبات تقول نعلم ان كذا وكذا وكذا. نعاود صعبه، كي نجي انايا نستدل، وركز صاحبي الغالي بزاف، كي نجي انا رايح نستدل راه واش عندي؟ نحلل الوثائق، نستنتج من كل وثيقه معلومه، ومن بعد نركب نهز المعلومات من الوثائق ونهز المكتسبات القبليه باه ناكد ولا نفي صحه الفرضيه. نعطيك مثال وبالمثال يتضح المقام. هذه الا فهمتها صوفيت اصاحبي صوفيت، لأن الهضره بلا الامثله ما عندها حتى قيمه. شوف كاينه مناعه خلقيه وخلويه، نهضر لكم على المناعه الخلويه. البارعه الكبيره تبلع المستضد وتهضم جزئيا وتعرض المحدد المستضد مع الاشاره دو وتحس بالثقه، وتعرض مع هذا الاشاره دو وتعرض مع الاشاره ان وتحس شكون الاثيميد. فوالا كما يمكن ان يتم تحسيس الاثيميد من طرف الخليه المصابه. هذه السيفيه تنشطهم في زوج بالانترلوكين 1 لالتي كا، تحفز روحها بالانترلوكين 2 رايحه تولي التي اش والتي كا ان. التي اش حفزت الالتي ويت بالانترلوكين 2 تولي التي ويت ان والتي سي. الالتي سي لنفوسيت سيتوتوكسيك عفوا تعرف على الخليه المصابه تعرفا مزدوجا وتفرز عليها البيرفورين وتخربها. تعرفوها هذه. نبدا بالتمرين. يعاني بعض الأشخاص من أمراض المناعة الذاتية والمتمثلة في تخريب بعض خلايا الذات مثل الإصابة بداء السكري. داء شكون؟ السكري. نفرز غير بعض دقيقة. كاينين عباد داء السكري بسبب تخريب الخلايا بيطا من جذور الأجناس، بيطا مخربين. لقاو بلي بعض الناس كيمرضوا بواحد الفيروس اسمه كوكساكي. هذا الفيروس كوكساكي يصيب الخلايا المعوية. واش يصيب؟ خلية واش هو؟ معاوية. كاين تكامل بنيوي بين البروتين الفيروسي وكذلك المستقبلات الإشارية تاع الخلية المعوية. كيدخل الفيروس الخلية تولي مصابة، تعرض مع الأشارة أن، تولد استجابة مناعية ذات وساطة خلوية، تجي للتي سي تخربها، صح؟ صح. اليوم اللي بعض الخلايا بيطا من جذور الأجناس عندها بروتين ذاتي يشبه البروتين الفيروسي، كي تعرضوا مع الأشارة أن، هذوك ابتدائي. لا تنسي تولي تعتبرها شكون خلية
مصابه وتخربها، شكون اللي فهم؟ اذا لا تسير اللي خربت الخليه المعويه، خربت الخليه بيطا، عندها بروتين بيطا يشبه البيبتين تعدات تخرب، خلاص؟ خلاص، عندي انا سؤال صعبه، اقترح لي حل مناسب للحل من امراض المناعه الذاتيه، نعطيك حل، كاين واحد الدواء يستعملوا فيه اسمه سيلوروميس، هذا الدواء يقوم بتفضيل تكاثر وتماس الديويد الى الديسي. كنا نعطيك سؤال، تم استعمال دواء سيرولوميس الذي ادى الى عدم تخريب الخلايا الديسي. انا نديك فرضيه، ربما فرضيه الاولى يمنع تكاثر وتماس الديويد الى الديسي، صح؟ كي يمنع تكاثر وتماس الديويد الى الديسي ما تخرجش الخليه، صح؟ صح. انا دركا رايح ناكد ولا نفيس حق الفرضيه، هذه بروكل في واحد روماني، حبوا ياكلوا ولا يمكن صحة الفرضية يضربوا باثنين رومان، رايحين الاستبدال اصلا، رايحين الاستبدال باش جاوبتني طبيب، هاي خويا العزيز، وركز معايا، ركز معايا، هاي عطيك زعما منحنى بياني، هاي خويا شوف معايا، شوف مليح، في غياب سيرولوميس واش داروا؟ هنا رايحين نقيسوا، اوكي اللي درت معاهم تمرين انا، هكا رايحين نقيسوا تخريب الخلايا بيطا، وهنا هكا رايحين نقيسوا تخريب الخلايا بيطا، وهنا هكا رايحين نقيسوا نشاط خلوي جزيئي، نشاط خلوي جزيئي يقصدوا به تكاثر وتميز للديبيت الى الديسي، هنا في غياب الدواء سيرولوميس، وهنا في وجود الدواء، سهلة هذه، هذه في غياب الدواء والأخرى في وجود الدواء، وجود الدواء سيرولوميس، فوالا، إذا يبدا يعرف يقرأ عندي سؤال أنا لا جاوبتني طبيب، طبيب استاذن من الوثيقه على صحه الفرضيه زين وعطاوكم غشاء تاع الانتيويد وعندنا مستقبل كي يثبت الاندرلوكين 2 حافظينها هذه الانتيويد هذه واش بدا شوف معايا صار عندها دوره خلويه كلمه دوره خلويه يقصدوا بها التكاثر ويصرى ادماج تانيدين مشع معناتها تضاعف شكون لا دي ان وعدد الانتيويد نسبه الانتيويد ينخفض تنخفض كمية اسمعها تنخفض كمية الأنتيويد معناتها تمايزت من بعد جابوا نفس هذا الدواء هاو الأنتيلوكين 2 بصح المرة هادي جابوا الدواء الدواء هذا منع هذا التنشيط الدورة الخلوية ما كانش إدماج ما كانش كلش ما كانش استاذن من الوثائق على صحة الحالة الفرضية هي نبدا الوثيقة الأولى تظهر الوثيقة تغيرات نسبة تخريب الخلايا كذا في غياب سيرولوميس دم تخريب الخلايا عالي والنشاط الخلوي عالي دلالة على تكاثر وتميز الديبيت الى الديسي لتخريب الخلية في وجود سيرولوميس ينخفض ان سيرولوميس يمنع تخريب الخلايا استنتج ان سيرولوميس يمنع تخريب الخلايا يمنع تخريب الخلايا خلص نزيد نروح لهذه ان الاندرلوكين يرتبط دورة خلوية معناتها تكاثر هذا الرد ادماج تاميدين معناتها تضعف ناضيين تاميدين الانتيويد تنخفض معناتها تميز بينما في وجود سيرولوميس وبالرغم من تجديد الاندرلوكين 2 الدوره الخلويه معدومه ادماج تاميدين معدوم تميز الانتيويد معدوم ان سيرولوميس يمنع الاستنتاج تكاثر وتميز الانتيويد بس كي نخلص ندير الترتيبه الصعبه ايوا شحال ان سيرولوميس من خلال وثيقه واحد وزوج يعمل على تطبيق تكاثر وتميز الانتيويد وبالتالي نعلم ان الانتيويد بعد تمام تكاثرها وتتمايزها الى الديسي ان الديسي المنتجه تعمل على تخريب الخلايا الذاتيه وهو مرض يعرف بامراض المناعه الذاتيه وبالتالي استعمال السيرولوميس الذي يثبط تكاثر وتميز الانتيويد يؤدي الى عدم تخريب الخلايا الذاتيه والحد من هذه الاعراض وهو ما يؤكد صحه الفرضيه المقترحه فا فا تدي فا كي تجاوب بالوثائق تدي فا كي تجاوب من راس تدي 11 10 12 عاودوا لي الصحبه راح نحلل كل وثيقه راح نسجل لها معلومه مرات كي تعود عندي فرضيه وحده وعده وثائق حلل سنتج ودير التركيب مع بعضها زين مرات لا كان عندي وثائق بزاف وكل وثيقه تاكد ولا تنفي صحه الفرضيه حلل استنتج واكد ولا نفي صحه الفرضيه مليحه مليحه شوف الصحبه اشفع على كلمه واحده سطر على الاسئله الشيء اللي مكتوب بالسؤال لازم تلقاه في الجواب يا زين اشفع لي على حاجه واحده اخرى في
تحليل عندي نعرب الوثيقة نقرا ونربط نسنج لعات عندي ما كانش رب عطاوني المعلومه مباشره ما كان لا ندير رب لا ما عطاونيش ندير رب في الاستدلاله صعبه نحلل ونسنج ومع ندير التركيب نربط بين الاستنتاج اللي خرجته من الوثيقه وبين المعارف تاعي باه ناكد ولا في صحته الفرضيه ونص علمي راه فروز عنوان تبدا المقدمه سؤال وعرض وخاتمه وراح تجيكم بقوة إن شاء الله انتظرونا في القريب العاجل بعد ليما تادو راح تكون مراجعة نهائية شاملة للباك ركزوا لي وشوفوا نهضر معكم كان معكم أستاذ طلحي سلام.